اهلا بيكم في فقره بعنوان الاخلاص والانتماء لا يقدر حتى لو بكل كنوز الدنيا. يمكن كلمناكم من سنتين، وانا فاكر تحديدا من سنتين ونص، قلت لكم ان النادي الاهلي ده قطار، رحله مكمله وبتمر بمحطات كتير. كل فرد بينتمي لمنظومه النادي الاهلي هو اللي بيختار المحطه اللي بينزل فيها، ويا اما بيكون نازل المحطه دي مكرم، يا اما بيكون نازل المحطه دي للنسيان. لعيبه كتير نزلت من قطار النادي الاهلي للنسيان، لكن لعيبه اكتر ايضا فضلت في قطار النادي الاهلي مكمله معاه الرحله. ولما نتكلم عن لعيبه الانتماء والاخلاص، فكر كده، غمض عينيك، اول صوره هتيجي في بالك وليد سليمان. وليد سليمان اللي انهى مشواره الكروي داخل ارض الملعب مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعلن تعيين وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. هو ده وليد سليمان اللي كتب بوست بوضوح شديد جدا، هنقف عند جملتين تحديدا. ولو معانا صوره بوست وليد سليمان عقب الاعتزال، المهارات الكبيره، الانتماء، الروح، الاخلاص، هتلاقي وليد سليمان بيوفر لك كل حاجه انت محتاج تقولها. لما قال كم تاثرت حتى البكاء وانا اتابع وارصد تلك مظاهره الحب الكبيره والجميله التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمه والوفيه، الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما سهل تعمل فلوس والصعب أنك تحقق إنجازات وتكتب تاريخ. ده وليد سليمان اللي هو بيعتزل بيؤكد على أنه أيقن من جديد، لأن في كل اختبار مر بيه وليد سليمان كان اختياره الأوحد النادي الأهلي مش اختياره الأول. وليد سليمان اللي دخل النادي الأهلي بعد معاناة طويلة جدا 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 عشان يحقق حلمه بارتداء تيشيرت النادي الأهلي، ما دخلش واكتفى بالانتماء، لكن بذل مجهود وتعب خلال 11 سنة، يعني عمل تاريخ كبير جدا. عشان كده قلت الفارس في فقرة من الفقرات النهاردة ان في فارق فارس بين حاوي واحنا بنستعرض لقطاته دلوقتي بتستعرض انجازات، بتستعرض اهداف، بتستعرض بطولات، وحاوي اخر لما تيجي تستعرض له لقطات هتستعرض له كوبري ترقيصة شمسية. وليد سليمان الحاوي اللي كان بطعم الانجازات. ده حقيقة أسامة، ويمكن أنا دايما بقول بطولة الترجي طبعا اللي احنا خسرناها في نهاية دوري أبطال أفريقيا هي وليد سليمان. أنا بشوف إن عمل في البطولة دي كل حاجة، كان شايل الأهلي على كتافه، كان هو حرفياً القطار اللي بيجر لاعبي النادي الأهلي في البطولة، كان شايل الأهلي على كتافه حرفيا، وكان نموذج للقائد والبطل اللي عمل كل حاجة. ودي 2012 بطولة رادس طبعا، البطولة الملحمية اللي وليد سليمان جابها. ولكن احنا ليه بنقول لكم ده؟ طبعا بنقول لكم ده عشان القرار اللي خرج من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، واللي قال بتعيين كابتن وليد سليمان نائبا لقطاع الناشئين، وقال ان هيتعمل لكابتن وليد سليمان معايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله. وده مهم جدا ان النادي الأهلي يا جماعة بيبدأ يحط وليد سليمان ككادر إداري وكادر فني. دي نقطة مهمة جدا، لأن هنا البعض كابتن وليد سليمان أكيد أنت تنتظر منه كمان تواجده في حاجات مختلفة ويقدر يفيد النادي الأهلي في حتة كبيرة جدا، ولكن في تدرج في النادي الأهلي، كل العظماء اللي في نادي الأهلي إداريا وفنيا بدأوا في أن هم ياخدوا التدرج داخل النادي الأهلي. وأنا عشان كده عايز أقول حاجة، عايز أقول إن كابتن وليد سليمان أنا بشوف إن لو قدرنا نعمل فيلم تسجيلي عظيم لكابتن وليد سليمان هيكون عنوانه كلمة واحدة بس، القرار. القرار دي اللي قالها كابتن وليد سليمان وهو بيقول فكرة إن أنت سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. كلمة القرار ليه؟ لأن البعض كانت قصته كلها القرار، ملخص الحكاية كلها قرار، ملخص الحكاية قرار عند لاعب ساعة ترد علينا فيها ما ردش خلال الساعة، ملخص القرار لاعب راح تفاوض من وراك وخد صورة مع نادي منافس أنهت مسيرته مع البطولات ومع التاريخ، القرار لاعب طلعت قلت له إن أنا بجتمع بيك عشان أجدد ودي فرصتك الأخيرة فما التزمش بالتجديد فطلعت وقلت إن انتهت علاقتك بيه. كل القصة إيه؟ هي اللي بقول لكم عليها دي، القرار.
وليد سليمان في أوقات جاله من نفس المنافس اللي عرض الأموال على كتير من اللاعبين عرض خيالي، ولكن كان كابتن وليد سليمان قصته كلها القرار، القرار في النادي الأهلي، والقرار اللي خلى لاعب اتقال له من النادي الأهلي ما قيل لوليد سليمان ده في حتة إن أنت اختار عايز تعمل فنيا، عايز تعمل في أي من قطاعات النادي الأهلي، عايز يتعمل لك مباراة اعتزال رغم قرارنا بعدم إقامة مباراة اعتزال، ولكن كانت لحظة واحدة بس غيرت كل شيء وحولت المسيرة. اللحظة دي لحظة إيه؟ القرار. عشان كده كابتن وليد سليمان لو اتعمل له فيلم تسجيلي بعنوان القرار هنشوف قرارات كابتن وليد سليمان اللي ملهمة لناس كتيرة جدا ولازم الأجيال تتعلم منها. يا لا أنا مختلف على اسم الفيلم، أنا جاي النهاردة أختلف معاك. أنت عايز تقول اللي أنت الاختيار. لا هو قال أحسنت الاختيار. بالفعل هو أنت ممكن تختار كل حاجة، وعلى فكرة ممكن تختار مصلحتك، وده شيء احترافي جدا، وتقدم نفسك على أنك لاعب محترف ويجي لك مبلغ أعلى في نادي آخر وتروح النادي ده احتراف. بس مشكلتك إيه بقى؟ ما تقدمليش نفسك أن أنت منتمي وتاخد استحقاقات جماهيرية على انك لاعب منتمي، وتيجي وقت ما تحب تقلب من لاعب منتمي لمحترف تقول اصل ده احتراف. حصلت من لعيبه كتير، حصلت من لعيبه كتير في وقت لما قلنا بطولة المخلصين قبل البطولة التاسعة. لما تيجي تتكلم عن المخلصين اكيد هتذكر وليد سليمان قدم نفسه طول الوقت لاعب منتمي، ونهى مشواره داخل ارض الملعب كلاعب منتمي، كان لاعب مع كامل احترامي لكل الشباب اللي كانوا بيلعبوا معاه في الفتره الاخيره، كنت بتحس وانت مشجع بتتفرج على مباريات النادي الاهلي ان وليد سليمان عنده روح قتاليه وعنده حماسه وعنده جرينتا اعلى بكتير من لعيبه لسه بتبدا مشوارها. ده وليد سليمان. عشان ما حدش ياخدنا لصوره اللاعب اللي ضحى عشان النادي الاهلي فقط لا غير ويقف، انت تضحي عشان النادي الاهلي وتلبس تيشيرت النادي الاهلي ده اكيد قرار مهم واختيار يعني هنفرح بيه كلنا، لكن الاهم ان انت تكمل المسيرة دي بمنتهى العطاء بمنتهى الجدية، حتى لو تعرضت لبعض الكبوات بعض الاختبارات زي ما تعرض وليد سليمان في عهد مارتن يول. شوف وليد سليمان ادى درس ازاي وقال ايه. انا عمري ما طلعت بره التقسيمة في التدريب. انا طلعت مرتين. هو ده اللي خلاني انا عمري ما رحت اتكلمت مع مدرب قلت له بلعب ولا ما بلعبش. كابتن حسام بدري قعدت معاه كتير ما كلمتوش، انا بلعب ولا بقعد ولا اي مدرب. بس انا لما لقيت نفسي بطلع بره تقسيمه في التدريب، لا تقسيمه في التدريب ما حصلتليش في تاريخي يا كابتن. لا انا قلت بقى لازم بقعد مع الراجل، يمكن الراجل ما حدش موصل له حاجه او مش فاهم حاجه من احنا كلاعيبه مصريين مش عارفنا. دخلت له الراجل قال لي انا عندي بالترتيب انت، انا جيت لقيتك انت راجل مصاب، انت راجل رقم ثلاثة عندي. قلت له رقم ثلاثة ازاي؟ انا راجل كنت اساسي بس اتصبت. قال لي لو مش عاجبك، كنت انا بتكلم برضو معاه وانا مشدود طبعا طبيعي مشدود. قال لي لو مش عاجبك ارفع ايدك. قلت له لا انا موجود في النادي بس قول لي انت يعني انا لو جه عليا الدور هلعب. قال لي لا لو جه عليك الدور هتلعب. بقيت اتمرن جوه النادي وبره النادي. لحد ما جه موقف راجل كويس جدا يا كابتن، وكان بيحبنا جدا، والناس اللي ما بتلعبش كان بيعاملهم احسن من اللي بيلعبوا. دي حقيقه. راجل كويس جدا. راجل كويس جدا. بس الناس فهمت بقى الموضوع غلط من الموضوع ده انا بقوله حضرتك. بس جه بعد ما انا لعبت الراجل جه اعتذر لي قدام الفرقه كلها لما لعبت. جه قال انا يعني هو مش عايز برضو من هو راجل محترم مش عايز يقول ان الناس اللي معايا ما قالتليش عنك حاجه او ما عرفتش، بس انا شفتك. اعتذر لي قدام الناس وحضني وباس على دماغي وقال لي يا وليد انت لعيب كبير واثبت لي فعلا انت لعيب كبير ولازم الناس كلها تحترمك وكده. هي دي الكبوات، هي دي الاختبارات. لعيب زي وليد سليمان لعيب دولي اتكلم زي ما انت عايز تقول في مهاراته في انجازاته في اهدافه من جيل العظماء ويجي يبقى رقم ثلاثة في مركزه، ما طلعش كتب بوست، ما طلعش زق صحفي يتكلم عن النقطة دي. ما عرفناش الواقعة دي أصلا من وليد سليمان إلا بعد رحيل مارتن يول. خلاص الراجل بدأ يتكلم ولاعب أساسي بشكل واضح جدا. فعشان كده القصة مش قصة إن أنت بتضحي بكام مليون عشان تيجي النادي الأهلي، بتعوضهم بتحقيق البطولات، لكن القصة إنك بتضحي وأنت داخل النادي الأهلي بإنك بتحترم اسم النادي الأهلي. وليد سليمان أصل من أصول النادي الأهلي، لما تستثمر فيه أكيد هيعود عليك بمكاسب كبيرة جدا. ده أكيد، لأن كابتن وليد سليمان هو شكل النادي الأهلي، شبه النادي الأهلي، شبه مؤسسة النادي الأهلي في تقاليدها وفي مبادئها وفي إن أنت تبقى عارف كل خطوة بتعملها دلوقتي هي لها ضريبتها بعدين، يا بالإيجاب يا بالسلب. ودايما كابتن وليد سليمان خد طريق
الناس اللي بتكتب تاريخ في النادي الاهلي جوه وبره الملعب. عشان كده كابتن وليد سليمان حكايته مكمله معانا كتير جدا، لان زي ما بقول لكم هو شبه النادي الاهلي اللي بنحبه، ولما تشوفوا الفيديو ده هتعرفوا اللي انا قصدي عليه. احسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما حاجات تانية، احسبها دايما تاريخ وبطولات. انت لو ممكن تاخد في اي نادي تاني فلوس او تسافر بره، تحقق فلوس بس مش تحقق بطولات. يعني لما تيجي تبطل مش هتلاقي نفسك تاريخ، التاريخ اهم من الفلوس. لما تقعد كده قدام اهلك واولادك تفتخر باللي انت عملته، ببطولاتك، بتاريخك، بانجازاتك، ده كل ده حاجات احسن من الفلوس. وزي ما قلت لك ان الفلوس هتيجي ان ده رزق مكتوب عند ربنا، فلوسك هتكون يعني دي حاجه هتجيلك يعني. لكن البطولات والتاريخ ده بيبقى صعب، وفي مقولة بيقول لك يعني يعني الفلوس سهل، لكن البطولات يعني سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات أو تعمل تاريخ. سهل تعمل فلوس ولكن صعب تعمل بطولات بالدماغ اللي مترتبة ترتيبة النادي الأهلي، إن النادي الأهلي أنا ما بلعبش فيه ببلاش. وكابتن ثابت البطل قالها للأمانة، وأنا بشوف إن ده عشان يا جماعة إحنا مش كيان مدعي ولا بنقول أصل إحنا تعالى العب لنا ببلاش، لا، كابتن ثابت البطل قال النادي الأهلي خيره على كل الناس المنتسبين ليه، ولكن في النادي الأهلي بتعمل فلوس وبتعمل تاريخ. وده اللي انت لازم تعرفه، ان التاريخ جوه النادي الاهلي يساوي الفلوس الاكتر اللي في اي مكان تاني. عشان كده قلت لكم قرار وليد سليمان مقارنه بقرارات كتير جدا 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 كانت هي اللي بتخليه النهارده وفي كل لحظه حاضر واحنا بنتكلم عليه كقائد وملهم لكتير جدا من لاعبي النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل.